أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. في مسجد إمارة بولاية قرشهير وسط تركيا يتواصل إحياء تقليد قرآني عمره 800 عام. وهو قراءة سورة ياسين يوميا بعد صلاة الفجر بناء على وصية الشيخ سليمان تركماني تلميذ المتصوف الشهير جلال الدين الرومي الملقب بمولانا. بعد إنشائه مسجد إمارة في القرن 13 واظب الشيخ تركماني على قراءة سورة ياسين في المسجد عقب صلاة الفجر من كل يوم، وأوصى بالالتزام بذلك، وجرت العادة في المسجد أن كل إمام ينقل إلى مكان آخر يوصي خلفه بالمواظبة على نهجه. وهذا ما حفظ التقليد من الضياع طوال 8 قرون. للمسجد طابع إيماني مميز، في رمضان المبارك يشهد حضورا واسعة، وفي صلاة الفجر يقرأ الإمام سورة ياسين ودعاء ختم القرآن في جو روحاني عظيم.